حتى ان اشعيا نفسه في اشعيا 6 لما شاف مجد الله وراى مجد الله صرخ وقال ويل لي اني هلكت لاني نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين. وبنشوف ان الرب بيطهر اشعيا لما بنشوف الصاروخين بياخذ جمره من على المذبح وبيمس بيها شفتي اشعيا النبي اشعيا عشان يطهر النبي اشعيا. وهنا ده برضو بيأكد ان حتى في العهد القديم والمفهوم في العهد القديم ان الله هو الذي يكفر، الله هو الذي يفدي، الله هو الذي يخلص، والله هو اللي بيدفع ثمن الخطية. فهنا حتى الفكر ده وكل ده عشان يقودنا ويدينا تسلسل الى مجيء حمل الله الذي يرفع خطية العالم.